إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لوق القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وحين نكبر أبينا آيات بقول كم إذا سورة الأعراف قال الله تعالى إلهي باوحنا ولم يهدمي أنا يعضانين للذين يرثون ذلك النحلية الأرض ذلك النحلية أهرية من بعد أهلها تدكي شوغين تي لغها لاغي كدب ألو نشاء هدان دونه أصبناهم بذنوبهم دنبيدو دينا نكوها لاغي نتاميان وعضان ونطبع وحان دبولينا على قلوبهم قلبيدو ده كوا توبت كيني واي فهم لا يسمعون وحبا ما مغليان تلك القراب لهذه المقالوين كالغو صور شيئين لها لاغي نقص عليك من أنبائها وحانكو عدينينا نبي محمد ورركودة ولقد جاءتم رسولهم تدكى الرسول الذي ذي وحي ولي مادين بالبينات معجسويا على عد فما كانوا ليؤمنوا ما ينقننك والرماية بما كذبوا من قبل وحيقي هرايو بينيين أما الدين تي هرايو ديدين كذلك صدارك يطبع الله إلهي وحود بوليا على قلوب الكافرين قال هذا قلب قودة وما وجدنا لأكثرهم دادك انتو ضبضان كما نانهلين من عهد وحب الله نهي فنيين وإن وجدنا أكثرهم انتو ضبضان وانه اللي بوله هيدون لكولان لفاسقين ايقو ألك فلاقو بي ثم أمدها آهر انتي لغوصو شيئا كدب أما أمدها كدب بعثنا من بعدهم نبي ذات بدوضوحا ندرنا موسى نبي قال الله يدعوه بآياتنا معجسوين كيجيبا نودي ابن أوت إلى فرعون وملئه فرعون يكوين مدحدي سيهاب ولتقي فظلموا بها معجسوين كاوي كقالوا بين فانظر وحاد يكتا كيف كان سيدو النغضي عاقبة المفسدين دادكي دول بيسكا ها عربتودي وقال موسى نبي موسى وحو يري يا فرعون إني رسول من الصادر أيضا نروها من رب العالمين إلى عالمين تورن إسكاله أي صادر أي حقيق وحنبة على الله أقول على الله إن أنا الإلهي كورنين كشيغين إلا الحق وحنبة بويان قد جئتكم ببينة والعادية معجسان وان كاني من ربكم إلهي نحقي سنك كاني فأرسل معي أنيغا إراعي سيدا بني إسرائيل قلاد الله إراده كميسيك كده وحين مريني وربحنتي إلهي ونقسين يوم مذها وهلاقي رب سبحانه وتعالى إلهي وحا وحصي الدون كان ده إسبدلون ويهيو أيام بقلة شوكته قلوا مر بيت جابا دم رئيس الدبادات كان دمب وحلق قدبنا كوي هرين كو عبر قاطا وكوا هرين لهذا وكوا الرمي وحيلا أي كوها لك سمينين يدد كان هدد شوكا إسكد آيا وحيلا أي كوها رمرين لغو أمانين أي مركا كوتا لابسدان السمعية رسول شيء أتباع ذو دي أمام ممنين ترعي لهذا وكوا أمانين مركا إيري يهدي وفعل الضبع فاعل بو بهن يهي فاعل كي سنوح النقونا ياون ألو نشاو مركضات كي دولك كوا هوري وقدم بي دحلي دحلك معنى هذا هو يسكليهين ما هي ويقدم بي ينو ينو عمرين وي أولم يهدم ياني كوا وعطاني وي ألو نشاو أصبناهم بذنوبهم ها
هدانو دونين إن نكون بدم بجودة كهلاقي كرنا معناها أنه أو كوننا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم هدانو دونين يجبا كوني مكتشوا جبا دم بجودة وكهلاقي كرنا سيدي كوه رب الله كهلاقي مرك واحد كوني مكيني فهمنا إلى هذا وارو مذا هريل هاي محو كهلاقي تيجي في قرد رأي سمين إن كانوا ولا ينقو هلاقي كران سكدينو كان وحكة أحلام باهي تاريخ ذي أمضي هراء الله أخرى أيو مركة لا إلهي وكوع اليوم قالوا إن كاس وركو ذا اللي دين عدي ذا إلهي قالوا إن كاس وركو ذا اللي دين عدي مقال هذا من طبعا ما هدد بعمر أي مقال هذا وحلو شيء ذا واضطك إلا مقال ذا وقريها أمضا هدل كاد قنا يضطك الله إذين شيء warkoodii ilaahay idin sheeg warkuna waxa lagu saxaa warkii hore lagu sheegay waxa lagu saxaa waxa soo socda iyo noloshaada bal u fiirsada rasuuladii u yimid ee mucjisooyinka uu la yimid may rumaynina way diideen markay idin kula maxay idin yeeli markay risaaladu idin timaado fariinta waxyigu idin soo gaadho ama rasuul ha idin sheego ama daaci ha idin sheego qof khayr wada hadduu idin sheego maxay idin yeeli kuwa maxaa ku dhacay talo umadaha hore cudurka ku dhacay muxuu ahaa maxay ku diideen rasuulada iyo mucjisooyinkoodii ilaahay baa wuxuu tilmaamay kadalika yadbacu allahu ala quluubil kaafiriin kaalada qalbigooda ilaahay u daboolay meesha xaqa laga aqbalaano waa iyo xaruntiisuna waa qalbiga saa daraaddeed bay ku diideen umadahaas iyaga cahdi ay fuliyeen kumaan helin baa ilaahay u dhahay cahdigaas waa kee quraanku wuxuu cadeeyay in ballan dadku iyagoo yaryar ah laga qaaday waqti hore waqti la oran jiray caalamu dhar oo intuu ilaahay khalqiga iska soo wada kala saarsaaray ayaa wuxuu yidhi alastu birabbikum ilaahi nimah waa waqti hore kolkaasay yidhaahdeen bala rabbiga yagibaad ilaahay yagibaad tahay markhaati ka noqday buu hadaba cahdiga ka way ka baxeen qolo walbana cahdi iyo ballan baa lagaga qaaday kitaabada ilaahay uu soo dejiyay ee rususha uu soo dhiibay wamaa wajadnaa liaktharihim min cahd dadkaad arkaysayntooda badan waa bilaa ballan wacada la qabayaal ilaahay bay ballankii kaga baxe qisadii nabi muuse markaa ilaahay uu ku xigsiiyey muuse ibnu cimraan halkan qur-aanku ma sheegina dee walaalkii haaruunna waa la socdaa meesha loo cidda loo dirayna wuxuu ahaa dembiilihii aadka u weynaa ee ilaahnimada sheegtay ee fircoon la odhan jiray uma bacanaa min bacdihim ay bacdi rusul rasuulladaa kadib haddana waxaa lasoo diray nebi muuse mucjisooyin buu wataa aayadahaas waa aayadihii mucjisaadka ahaa ee aynu arki doona usha iyo gacanta iyo ay ka mid yihiin fircoon keligii ma ahayna dad madaxa baa la socday oo wehelinayo ag joogayaashiisiiyo arkaantiisa ahaa marka erayga fadalamuu biha fakafaruu biha wey wajaxaduu biha siduu ilaahayba aayad kale ku yihi wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dhulman wa culuwa aayadihi way dafireen iyo mucjisaadka iyagoo waliba ku qancay mucjise ilaahay inay tahay iyagoo ku qanacsan mucjise inay tahay haddana dafireen فظلموا بها هذه سيدة اللو داينة فظلموا الناس بسبب هذه المعجزات ذاتك وحي كد ليين معجزة أي كانين أي أنبياء إلهي أنت اللي سعودتي كد ليين ومركا أنت حقي أركان بيد ديرين لول بيسكا قفكا قال نمو يا حمان تيدا لولكا كخري بي بل عربتو ذاك waxaa lagugu sheegayaa wax weyn aad ku cibro qaadatay fanzur kayfa kana caaqibatu lmufsidiin nabi muuse calayhi salaam kolkuu ilaahay soo diray uu yimid fircoon buu u yimid oo waxa uu yidhi rasuulu rabbi alcaalamiin baan alofirs waxaa lagu yidhi faquulaa lahu qawlan layinan hadal wanaag hadal dabacsan ku dhaha laakiin hadalka dabacdasani maaha xaqoo laga tanaasulo ama la warwareejiyo mudaahano iyo calaa xisaabi diin in la qariyo maaha laakiin intuu ka xanaaqayay fircoonba wuxuu ahaa rabbi kaloon isaga ahayn in la sheego
أبا الرماد باو قدر نادو إن ربك الله شيء غير بنو إسرائيل إنه جميسي كدايو لبدي بودي بي مرك حق سمع عن ولا شيء لكن وحبلا قام قرينا يو وأسلوب كله قد بيا وعد جيا وأنا ذا ونعكس فرعون بو مجعيسي بو جيا ريا مضنان كل ولاي هاي إله نبي وحال مشره يا فرعون إني رسول من رب العالمين وكيسوب وذيل وما رب العالمين حوها رب العالمين كتير سماش الرب قال لا أوجيها نقوم بهاي رب السماوات والأرض وما بينهما عالم كرر لله استقلب ويام أذوم حال لا وحو السعد يوحو إلهي كالشيغ يا وح نبأ ننوي حقيق على الله أقول على الله إلا الحق وح نبأ إلهي وحن كالشيغ ورنون مركا هدو قف قول هذا أنا قول رن لانا أو هذا الله يسعد وحلق فهم يا ذو بانالات في عرض الكلام علم البلاغة مركا لا يقول قفتو إسلك أكتاو لورني أنا وسامي ولا أنا وسامي ولا أنا وساسان يلا أنا وساسان يلا أذو سامي هدوموي مركا فرعون حق ميت حق موديد بعض البعض وضع إلهينا بعض البعض كشيء جيس هذا هو نوح هذا هين بعض كشيء جيس بركة حقيق علي أنا قرادة قاركود بأخر يا أخرية وحواجب وأوي حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق وحواجب وإله حق بوينا إنانا رن بوينا إنانا إلهي بين كشيء حق بويا بعض لنا إنانا إلهي كشيء لكن سيدي هذا المركب لو تحكي ليه على بمعنى الباوي حقيق بألا أقول على الله إلا الحق إلهي رون بنك الشيء معجي سنوان كاب قف وحشي قد دليل راعي واي أرنكي سوء عراي أنا قد دليل بان وتا قد جئتكم ببينة من ربكم من ربكم ربي ما هي ذا قوي رب العالمين ربنا ورب كل شيء وربكم عدو البإله الرب قوة رسولكم صاد ريبانه دليل كينا وان وطاع يمعجزني ملكا هدي له نبدي سيل الديدي فيوتي الله الله سغي وحاقوا الراعين تاس وحويان ومدوا قميسنا يينين وقعنتك قاضة فأرسل معي بني إسرائيل خير بنو إسرائيلنا الراعي وسيدة هذا سابق ودرابة لبدي بوكا سوديب مركا هلكا وحينو كأركينا كل كينو قصادة دي بقلنا قناة آيادة كوبات أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها وحي لهي كويدي أمضى أنهم لم يعتبروا بهلاك الأمم السابقة وماذا هو لين لهلاكي هلاك وذو حبك ما يدحلين مركوا الدقن إيا قف لي توي قف كان ضدك كلاك وعبر قاضنين يسوغ إلى أنت نفتي سلسو قاريو آيادة كحكته الله وحده تلمام سبحانه وتعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل رسول الله ذا بينات بولي ما دنيا معجزين على بعض أمضهم ما يرمين وحي هرو بينين قارمي بينين قارمي سر رمين واي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وماذا هلا هلاقي وحي هرو بينيين مركي دنبا ما يرمين قرب هرو بينيين انت رسول الله الله صادروني الا الايمان يحق ما يسو كنتم سغنانه باطل بك سغنانيه غالمه غالمدي هي هيستين وحي كفجل لها ودينيه دليله مركي لو كاني باطل كي غانت كما قادينه او رسول الله ما يرمينين ولي way ku si adkaysteen marka xumaantoodi un bay si wadeen way macna kale wuxuu noqon kara fama kaanu li yu'minu bima kadhabu min qabl markii horeeyo rasuuladu ay u yimaadeen way diideen rasuuladii kabay tagayna way ku celceliyeen way ku celceliyeen marka macnaheedu wax way may tanaasulina ila intii la halaagay hawshi xumayd bay si wadeen qalaba macna isku dhaw marka waxaynu ka fahamnay halka أسباب تهلاك أو حكم إذا الاستمرار على المعاصي تدكو إنه معصية ذا وضان أو آن كتوبة كينين إلا قفكم مركو قفك له واجب حقوقه على طول مركاسي توسي واجب حقوقه إنه له توبة كينه سبحانه وتعالى
إلهي نوحو لدياريها قال لي ما بها هاتي دم بكستو قفو قالو إنو كرعف كوحا لوي إذا يي تشوكتين تي قال لي ما ذي حمان تشوكتين إيه وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وحين كفهمني عدة أغبة ذاني بلن كبح ذي وقال قفك وعد اللقبها أغوين أن بلن لهين وإيمان لاوه إيمان لاوه هدى تدع عهد بان القرآن أذاب وريربا ألا وحر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة قف الشهادان أيها هدى لب اللبان بلن أم فليان قال أهل لما أيهينكما احترامه وحين كفى إذي سنين ليست الكفرة برهان الصواب فلنمشي في الركاب الصالحين وحل إلى هذا أغلب يده دليل كما نقط تتكى ساو بضانية باشي عالم كعين كان نقطي الدنيا دبوا السدائي ومضوا بساعة سيلا هايدي وحاقفك كو حساب تما ألبو عبو كتو كوبية مركا أكثرية دلقو ما حساب تما حقا لقو حساب تما حقا ياكو تاقد دليل كيا كسعرة أغلب يد تتكو قرآن كوحو نبريا إنه يهين دلها لوصن ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه وفرسه فرعون كل جماعة مر والبم الملأ بقى قرآن في شيء الملأ مرك الدور الملأ مع الطغاة بحضرك طاغي كسته يمد كسته دالين واحد جد بيا وحقول لي هاي تظلم بده نعم لا ياشي ساها بارل وكذورة مرك الظلم فلا ياش وحي ليهين baalalay ku duulan idan marka qofka xumaanta horseedka ka ah iyo inta u jiibinaysa la riixaysa waa isku mid hadaan noqoto naamlaha daaqiga ama qofka daalinka ah had gudbaya baalashii uu ku duuli lahaa iyo awoodii uu wax ku had gudbaya hadii aad adigu noqoto tuulkiisa iyo taageerayaashiisa noqoto liiska waad kula jirtaa li nuriya fir'auna wa haamana وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرعون يا هامان يا علالك سوحان دون يبون ان لهي تصيو الله وحر وحان تصنيا وحي كبقيه كوالي سو الراعيين marka hada doonaysaa inaad halaagsanto dadka dulbiiska aan ba taageereysa wala tarkanu ila alladheena zalamu fatamassakum an-nar marka hay soodanin wax sahlan weey qof xumaan wada إن هذا ضوء أما أورحيسه أما الله موقف نقطه أما تاجرته أما أوكو جوره وكذلك نولي بعض الظالمين بعضه ظلم فلياش يقوم بلا يسكت درع كاسب بكدي لمركو دم بيسنا حقيق على الله أقول على الله إلا الحق وحين كفى إذا سنا إن عظم الذنب على القول على الله بالقول على الله إن وقف إلهي كشيغا وحان الله أوران أو دين كشيغا وحان دين هاي إلهي با سيدا يلي دين تا سيدا قبط إسلام كا سيدا يلي وحان أصل دين تا كل هاي إن دادك دين وقردك طاعت شاكتا دين بي أدوين بي كل أيات هاي كبائر تدنوب تواوين أيات تاسي كمتا أهداف تيه وشيدوين كالله دقالما يوحا كمتا بعد العقيدة إن أمد الله حرايو دك اسلام كاه الهي رميسن يا اولياديس ان لا خريو لا بدباديو او دينتا يا ددك وناغسن او لو ديررا يا دلك وي ودا سودا عقيدتي وها كو خيقتا ماركي لا فراي توحيدكي فراعينتي يا اهل كودي ددك غوميسه كدا يا ظلميغا اذا ماركا دينتو وهاي او تيمين او رسوشا او يمادين بدبادينتا دلك يا ددك اديغا اركيا الله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان